يسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير وصحة وعافية، ويا هلا فيكم ومرحبا في حلقة جديدة من شمس البحرين. ونصبح على زميلي عبد الله. يا هلا عبد الله، شلونك؟ يا صباح النور، يا صباح الخير. دائما الصبح بالنسبة لي خير، لأن يكفي احنا نشوف مشاهدينا، نطلع عليكم كل صباح فقراتنا المتنوعة واللي نتمنى لكم الفائدة والمتعة. ومثل ما عودناكم مشاهدينا في كل صبح لازم نشوف معاكم حالة الطقس ودرجات الحرارة في مملكة البحرين، وراجعين أكيد نواصل معاكم باقي فقراتنا. مشاهدينا، عادة نكون يعني دائما متابعين للعمل الصحفي وإصدارات زملائنا الصحفيين، ونعرفهم من خلال ما ينتجونه من أعمال، لكن كل صحفي له تجربة خاصة فيه وقصة مختلفة عن الثاني، وقصصهم ملهمة في حد ذاتها، ويجب أن تستوقف كل محب لهذا المجال. فعلا دلال، أتفق معك. يعني في وايد صحفيين يمكن احنا نعرف أساميهم، نعم، لكن صحيح. يمكن ما نعرف بعض الأمور اللي عن حياتهم، مثلا حتى بداية دخولهم للإعلام، بداية أول خبر أو أول منشيت قاموا فيه في الصحافة، أو صحيح. حتى يمكن اللحظة الأولى اللي دشوا فيها المجال الصحفي وعالم الصحافة أكيد. لذلك زميلتنا سكينة الطواش مشاهدينا دائما تعرفنا عليهم من خلال فقرة منشيت. خلنا نشوف معاكم مشاهدينا ضيف فقرة منشيت لليوم، وراجعين أكيد نواصل معاكم باقي فقراتنا. المانشيت في عرف الصحافة هو العنوان الرئيسي لأهم خبر في الصفحة الأولى، وفي اللغة هو المنشئ والمؤسس للقصة الخبرية. وبنتكلم اليوم عن قصة خبرية مانشيتها اسم بحريني لامع في عالم الصحافة. ضيفنا لحلقة اليوم رئيس تحرير صحيفة البلاد الأستاذ مؤنس المردي. لو بنتكلم عن مؤنس محمود المردي، أكيد ما لازم نغفل دور الوالد الله يرحمه كونه من رواد الصحافة في مملكة البحرين. فشلون كان تأثيره على بداية دخولك المجال الصحفي؟ مرحبا أخ سكينة، وشكرا على حضوركم هنا. إذا تكلمنا على دخولي في مجال الصحافة، مثل ما قلتي أنا ربيت في بيت صحفي، أبوي الله يرحمه، وهذه طبعا أثر فيني بدون ما أعلم، لأن في مجال احنا في هذا المجال دائما ارى الصحافه والصحف الورقيه انا ذاك بعد بكثره حوالي. توفى ابوي وانا في عمر صغير، عمري 11 سنه. طبعا بعد ذلك شعرت ان الصحافه هي جزء مني، لذلك انا دخولي للصحافه كان شغف وليس يعني كان مثل ما تفضلتي بساعه تقولين ما في صدفة، كنت أبى أكون في الصحافة وسلكت هذا الدرب في مجال الصحافة. وأعتقد بديت العمل الصحفي أو بشكل غير رسمي في الثانوية في الصيف، ومن ثم درست في الخارج، وبديت الصحافة بشكل رسمي سنة 90، السنة اللي صار في الغزو العراقي على الكويت. أنا أتذكر جيت وصلت البحرين شهر 7 وصار غزو شهر 8، وكان المحك الرئيسي والأساسي في العمل الصحفي أنا ذاك إن في هناك مصيبة كبرى، كيف نتعامل معها وكيف نتابع الأخبار، رغم أن ما كان عندنا محطات فضائية، ما كان موجود أي شكل من الأشكال عشان نتقص الأخبار. ما في إلا كانت إذاعة المنفى في الكويت كنا نسمعها، ومن ثم جاءوا العائلات الكويتية كنا ناخذ الأخبار منهم. لصحيفة أخبار الخليج تأثير كبير على حياتك المهنية، وكون الوالد هو مؤسس الصحيفة، فلو بنتكلم عن هذه التجربة، تجربة أخبار الخليج شلون بتلخصها؟ لا شك أخبار الخليج لعبت دور كبير في هذا الموضوع،
اخبار الخليج خرجت اجيال، مو بس مؤنس، خرجت وكانوا في اساتذه توفوا الله يرحمهم، يعني تتلمذت انا على يد الاستاذ لطفي نصر الله يرحمه، احمد عبد الغني الله يرحمه، الله يعطي الصحه والعافيه، السيد زهره في القسم الخارجي انا ذاك وهم يابت. فكنت انا محاط بما شاء الله يعني اساتذه في الصحافه وتعلمت الكثير، والخط القومي العروبي اللي تتخذ اخبار الخليج طبعا كان واضح وما زال، والقضايا الوطنيه هذه ايضا اعطتني يعني، او انا وكان زملائي في ذاك الوقت يعني لو اسميهم لك بتشوفين ما شاء الله كل واحد في الصحفي في مكان ما ولا مركز او مركز اخر الى هناك. اكيد في نقاط تحول في حياه كل صحفي وكل ممارس لمهنه الاعلام، لو بنتكلم عن نقطه التحول الرئيسيه في حياتك المهنيه شلون بتلخصها؟ في على المستوى المهني اعتقد في جريده البلاد، لان انا يعني مع مدير التحرير الله يذكره بالخير استاذ خليل خوري من لبنان اسسنا جريده البلاد من الصفر، فاعتقد هذه فتره يعني جديده تعلمت منها الكثير ايضا، وانا فخور بها بما وصلت اليه البلاد اليوم. من المحطات المهمه في حياتك المهنيه هي رئاسه جمعيه الصحفيين، تكلمنا عن هذه المسؤوليه، كون جمعيه الصحفيين هي المظله التي تجمع جميع الصحفيين في مملكه البحرين. الحمد لله ولله الحمد، يعني استطعنا احنا وزملائي في مجلس الاداره ذاك الوقت وايضا الصحفيين نوصل الصوره الحقيقيه او الكامله الى الخارج. ومن ثم بعدين كان عندنا تحديات المهنيه، استقرار الصحف، اي صحيفه اذا كان عندها هزه ماليه او كذا فهناك يكون استغناء عن الصحفيين، فهذه كان بعد هم اخر، ويجب ان من واجبنا كجمعية الصحفيين ان احنا نوقف مع هؤلاء، يعني هذين جزء الصحفي. فهذه في ذيك الفترة كانت هذه التحديات الأساسية. ومن ثم يعني الجمعية تحمل على عاتقها التدريب وفتح الأبواب للمحررين أو منتسبين إليها للوصول إلى المسؤولين، ان احنا نذلل هذه العقوبات، وعملت الجمعية على ذلك. نتكلم عن رئاسة التحرير، أكيد المسؤوليات تختلف والشخصية الصحفية قد تكون مختلفة من مؤنس الصحفي إلى مؤنس المردي رئيس التحرير، كلمنا عن هذه التجربة. شوفي هذا مركز رئيس التحرير يعني ما زالت الشخصية الصحفية موجودة أو الحس الصحفي موجود، ولكن أنت مسؤولة على أو من قبل من هناك يعني مجلس إدارة، وعندي أنا زملائي المحررين كيف أن إحنا ننسق أو نترجم الأهداف الرئيسية للصحيفة ونطبقها على الورق أو نطبقها عبر النشر. هذه يعطيني أنا يعني بعد آخر في كيف إيصال الرسالة الصحفية بشكل أشمل. طبعاً بعد 30 عام من العمل الصحفي أكيد هناك يعني نصيحة تود أن توجهها لطلبة الإعلام ولممارسي الإعلام، فشنو ممكن تقول؟ أنا بساعة أنت قلت لي عن النصيحة، قلت للحين أنا محتاج من النصيحة، لكن يعني إذا هناك كلمة اللي من يريد أن يمارس هذا العمل الإعلامي اليوم والصحفي، يجب أن يدخل هذا المعترك أول شيء بحب. إذا الواحد ما يحب هذه المهنة ما يستطيع أن يعيش بها ويستمر. إنزين. ثانياً الثقافة اليوم متغيرات كثيرة إقليمية كثيرة، يجب أن يعي ماذا يدور، يتثقف، مو بيعي بس لا بثقافة ودراية حتى يستطيع أن يخوض هذا المعترك بثقافة متينة، ويعلم ماذا يدور، ويعني عندما يكتب عن أي شيء ينم على ثقافة. طبعا
طبعا قصة، وأنا ما بقول تقرير، بقول قصة حلوة ومميزة. دائما الصحفيين عبد الله عندهم قصص نجاح كثيرة وأسرار، والمفترض أن هم يكونون قدوة لكل من سيدخل وداخل في هذا المجال. فعلا دلال أكيد. والحين ننتقل إلى موضوع آخر. يعني مشاهدينا، يعاني العالم اليوم من أزمات عدة بسبب تدخل الإنسان في الطبيعة بصورة سلبية تأثر على حياة الإنسان والكائنات الحية وحتى على كوكب الأرض، وصار لازم على المنظمات العالمية حماية الأرض من هذه التدخلات الغير صحية. أو أوصت أيضا الدول بالعمل على اتفاقيات لحماية الكوكب. نعم عبد الله، وطبعا مملكتنا دائما من السباقين في الموافقة على هذه الحماية، وأعطت خطة الوصول إلى الحياد الكربوني والمناخي في عام 2060. وحتى نتعرف أكثر على هذا الموضوع خلونا نتابع هذا التقرير. يقصد بالحياد الكربوني أو الحياد المناخي خفض انبعاث الكربون إلى أقصى حد والتعويض عما لا يمكن التخلص منه. أما عن كيفية ذلك فيمكن تحقيقه عبر طرق عدة، مثل استخدام السيارات النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة بعيدا عن التصنيع كثيف الانبعاث، وكذلك التحول إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة مثل الرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مبادرات التشجير. وهنا يأتي دور الشركات لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مما يخفف من آثار التغير المناخي الذي يهدد العالم بأكمله، الذي يتسارع فيه يوما بعد يوم التراكم الهائل لثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة. يعني ما شاء الله مشاهدينا، مملكة البحرين دائما في الصدارة لكل ما يخدم مملكة البحرين ويساهم في تنميتها. فعلا دلال، خصوصا في الخطط طويلة الأجل اللي راح تتحقق بعد 40 سنة. يعني الحمد لله البحرين سباقة في كل الخطوات بكل الأفكار وبكل الالتزامات اللي أكيد من شأنها أنها هي ترفع مملكة البحرين وتكون دائما في المحافل ودائما في أعلى المراتب. أكيد نعم، بكل تأكيد عبد الله. يعني اليوم إحنا بنتكلم أكثر في هذه التفاصيل مشاهدينا، يعني عشان نحطكم في الصورة أكثر وأكثر، معنا الضيف اللي راح ندردش وياه في هذا الموضوع الدكتور عبد الله العباسي، خبير الطاقة المتجددة لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. ويا صباح الخير. صباح النور. وأود في البداية نشكركم على تسليط الضوء على هذه القضية المهمة، وبالأخص أن احنا يعني مقبلين في نوفمبر على مؤتمر المناخ اللي بيكون في جمهورية مصر الشقيقة. نعم أستاذ عبدالله، يعني بودنا نتكلم أكثر عن الحياد الصفري، نبي يعني نكون فاهمين أكثر هذا الموضوع، شنو هو الحياد الصفري الكربوني؟ إيه نعم، طبعا موضوع الحياد الصفري الكربوني نفس ما تفضلتوا في تقريركم، أيضا مملكة البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أطلق في كوب 26 في غلاسكو هدف استراتيجي بيغير الوضع الاستراتيجي في البحرين في كل القطاعات، وهو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2060. اللي نقصد في الحياد الصفري الكربوني لابد أن يعني يكون متبوع بفهم لقضية أي تطور أو أي نمو سكاني، تطور اقتصادي، هناك في صعود في قضية إنتاج الكربون، وهو نقصد أو إنتاج الغازات الضارة، فهاي شيء طبيعي يكون في أي عملية نمو. نعم. فإحنا حتى يعني نواجه هذه العملية لابد أن نضع خطط تكون فيها طريقة أن إحنا نتعامل مع الكربون وغيره من الغازات الضارة، من خلال التشجير، من خلال إيجاد تكنولوجيات تحاول أن تقلل من هذه، من خلال إعادة الاستخدام، من خلال ما يسمى أيضا بالاقتصاد الدائري الكربوني، وهو إعادة الكربون في الحياة بطريقة طبيعية. فلو الهدف منها ليس القضاء على الكربون أو المنتجات أو الإنتاج الكربوني، هو الهدف منه إعادة استخدامه بحيث تكون البلد في المجمل الإنتاج الكربوني أو الإنتاج المضر بالإضافة إلى هذه الماجرز والأشياء اللي نفذت من استزراع، من اهتمام في قضايا البيئية وغيرها، يكون الناتج بين الإنتاج
وهذه الماجرز يكون صفر. نعم. احنا نوصل في المحصلة النهائية انه يكون صفر، لان الكثير يعتقد ان الحياد الصفري الكربوني ان احنا خلاص ننتهي من انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، نوقف عملية النمو ونقلل عدد السكان. لا، هي قضية طبيعية، لكن احنا يعني مبدأها هي التصور العالمي ان الكربون اليوم ليس عدو، بإمكاننا إعادة استخدامه في البيئة عن طريق الزراعة ونشر الزراعة، أيضا عن طريق التكنولوجيات الجديدة اللي تتعلق بالكربون ستورج. فإحنا نعيد مرة ثانية الكربون في العملية الطبيعية. طبعا هذا التوجه هو توجه عالمي اليوم. إحنا طبعا نعد من الدول الرائدة في المنطقة التي أعلنت الوصول إلى هذا في 2060. أيضا عندنا المملكة العربية السعودية أعلنت الوصول في 2060، عندنا الإمارات العربية المتحدة في 2050. فإحنا جزء من منظومة تسعى إلى هذا، تسعى إلى الوصول إلى ما يسمى بالحياد الصفري الكربوني. نعم. يعني دكتور، مثل ما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الشيء راح يطبق في مملكة البحرين، لكن شلون؟ طبعا آليات التطبيق تختلف على حسب الأولويات اللي احنا نضعها في آلية، يعني في آلية التطبيق. الحكومة لها دور كبير، لا شك ان الجهاز التنفيذي برئاسة سمو ولي العهد يضع تصورات الآن ضخمة في هذا القطاع. نفس ما قلت، هو بعيد تشكيل القطاع ايضا الخاص في وضع قضايا معينة لابد ان يلتزم فيها القطاع الخاص. مثلا اول قضية احنا يعني الحكومة الموقرة وجهت، ويعني هو قضية حساب الشركات الكبرى في مملكة البحرين، إيش كثر هي إنتاجها من الغازات الدفينة والغازات الضارة. نعم. بعد ذلك إحنا نضع الاستراتيجيات لتقليل هذه الانبعاثات. الأمر الثاني والمهم، وهذه قد يكون من المناسب الإشارة إليه، إن الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني ليس دور الحكومة، أيضا دور المجلس النيابي والتشريعي، واليوم احنا مقبلين على انتخابات يعني قادمه. نعم. لابد ان تضع ايضا تشريعات، وهذا دور المجلس النيابي ان يضع تشريعات لدعم هذا التصور. يعني الحكومه لا تستطيع مستقله ان تحقق جميع الاهداف. هي طبعا اليوم هي وضعت يعني وفي مصنع صنع القرار هناك الكثير من الامور اللي ان شاء الله ستطبق، وهناك الكثير من المبادرات، واصلا الاعلان عن هذا التوجه في حد ذاته يبين ان هناك نيه حقيقيه يعني من 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 سمو ولي العهد ومن الحكومه الموقره في تغيير هذا القطاع. لكن ايضا المجلس النيابي، واحنا في البحرين نشهد ثوره يعني تشريعيه ضخمه في جميع القطاعات، ولذلك هذا الدور التشريعي ايضا مهم. الامر المحور الثالث في قضيه التطبيق، ان الحياد الصفري الكربوني ليس ايضا وظيفه الحكومه ومجلس النواب، ايضا المجتمع بشكل عام. نعم. لابد احنا يعني نحرك المجتمع لان يكون متفاعل مع هذه القضايا، مراقب لهذه القضايا، يرفع الوعي بأهمية. نعم. هذه القضايا في وضع الاستثمارات التي لابد أن تغطي هذا الجانب. صحيح دكتور. يعني إحنا اليوم لو بنتسائل شنو هي الدوافع، ليش إحنا اليوم نتمنى هذا النهج، يعني في إن إحنا نكون صفر كربون والحياد الصفري؟ طبعا نشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا، لان اول دافع هناك حاجه بيئيه. اليوم احنا شفنا في البحرين في الصيف يطق علينا مطر زين. صح. في تغير مناخي كبير يصير في العالم. التوقعات ان في عام 2050 ان الكره الارضيه بترتفع درجات حرارها الى 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 درجات غير مسبوقه. هذا بيأثر على الحياه البيئيه. لما يأثر على الحياه البيئيه يسبب عندنا نقص في الامن الغذائي، يسبب عندنا قضايا بيئيه صعبه، يزيد من مستوى الامراض عند الناس. صح. نتكلم عن الاير كواليتي، نتكلم عن الحياه الطبيعيه للانسان. فالدافع الاول هو دافع الضروره، ان هناك احتياجات بيئيه اذا احنا ما قمنا فيها حياتنا او الاجيال القادمه ان شاء الله، والله يعطينا العمر ل 2060 ان شاء الله وجميع السامعين، لكن الحياه الاجيال القادمه بتتضرر بشكل كبير. نعم. فاحنا لابد ان يعني نضع هذا في الاعتبار. القضيه الثانيه، ان الدراسات تشير ان في 2050 اذا احنا استمرينا على اليه الاستهلاك فاحنا نحتاج 5 أضعاف المواد والعناصر الموجوده في الكره الارضيه. بمعنى ان الاجيال القادمه اذا احنا ما بدينا في قضيه الريوز والريسايكلينج والريموف، واللي هي جزء من ما يسمى بالاقتصاد الدائري الكربوني. نعم. وإذا احنا ما بدينا نطبقها بشكل فعلي في هالفترة،
الأجيال في 2050 ما بتكون عندها موارد كافية عشان تعيش. فإحنا دورنا في قضية الاستدامة وفهم أهداف التنمية المستدامة هو قضية إن إحنا لابد أن لا نضيع بعد الأجيال القادمة من ناحية بيئية وصحية وأيضا من ناحية موارد طبيعية. نعم صحيح دكتور. يعني كل مشروع ناجح أو كل مجال سيطبق أكيد يمر في عدة مخاطر وتحديات، شلون راح تواجهونها وشنو هي التحديات؟ إيه طبعاً التحديات في أي يعني في هذا القطاع بشكل عام تنقسم إلى عدة تحديات. التحديات الأولى أنا أشرت إليها التحديات المؤسساتية. التحدي المؤسساتي إن إحنا نحتاج تشريعات ونحتاج مؤسسات صلبة قوية قادرة على التنفيذ، قادرة على الرقابة، قادرة على التقييم بشكل مستمر. التحدي الثاني تحدي السوق. اليوم لما نتكلم عن الحياد الصفري الكربوني احنا نريد ادخال القطاع الخاص في العملية التنموية، وهو جزء من رؤية البحرين الاقتصادية، وهي قضية ان يكون القطاع الخاص هو القطاع الفاعل في هذا القطاع. تحديات السوق، السوق دائما رأس المال دائما جبان في الدخول في استثمارات جديدة، فاحنا نحتاج ان نضع هذا في حين الاعتبار. ايضا من الامور التي تشمل في تحديات السوق هي قضية وجود الكوادر. يعني احنا نتكلم عن الحياد الصفري الكربوني، هو يحتاج الى 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 استثمارات متنوعه، يحتاج الى كوادر وطنيه قادره ايضا. صحيح. من التحديات ايضا هناك يعني تحديات تقنيه. احنا لما نتكلم عن قضيه المونيتورينج وعن تغيير في المنظومه الصناعيه. نعم. وتغيير في المنظومه المؤسساتيه، فاحنا نحتاج ايضا الى يكون هناك دخل تقني. التحدي الاخير واللي أشوفه تحدي أيضاً كبير وما يقل عن التحديات السابقة هو التحدي الاجتماعي. هل الناس ستتفاعل مع هذا؟ يعني اليوم إحنا في التشريعات كلها نعتقد إن بس الجهاز التنفيذي أو القطاع الخاص هو المسؤول. أيضاً المجتمع، في هناك دور مجتمعي على مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم به. فهل هناك تبني لمثل هذه القضايا؟ وأيضاً هل هناك دفاع عن هذه القضايا؟ يعني نتمنى ان شاء الله ايضا في يكون هناك يعني حملات مكثفه لقضيه فهم الدوافع العالميه. اليوم العالم كله يندفع الى قضيه التغيير في هذا القطاع. اكيد يعني دامك دكتورنا ذكرت خلينا نقول المجتمع والناس، يعني اليوم نعلم ان مو بس الحكومات او حتى الهيئات الحكوميه هي المفروض ان هي خلينا نقول تحقق الاستدامه او ان هي تعمل في اهداف التنميه المستدامة. طبعا شلون احنا اليوم ندمج الناس، ندمج كل شخص في المجتمع في تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا أهداف التنمية المستدامة هي أهداف وضعت لأجل البشرية جمعاء بشكل عام. احنا نحتاج القضية الأولى نحتاج ان يعني ندمج هذه في قضية التعليم كحاجة في قضية فهم هذه الأهداف وفهم أهميتها ودورها في خلق السياسات. التعليم هو قضية مهمة في إدماج هذه القضايا، لأن بيكون هناك تغيير كبير في فهم الناس وطرقهم وآلياتهم في التعامل مع هذا. بالإضافة إلى لابد أن تكون هناك برامج مجتمعية يقودها المجتمع المدني، وهي تضع تصورات لأجل جذب الكوادر يعني الفاعلة والناس الذي عندهم قدرات لأجل الاستثمار في هذا القطاع. نعم. الأمر المهم أيضا، اليوم إحنا في مملكة البحرين قد نكون من الدول المحدودة أو القليلة اللي عندنا وزيرة للتنمية المستدامة. يعني هذا يشمل قضية الاهتمام في التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة، وهي من القضايا اللي إحنا نجحنا فيها بحد كبير، وهي قضية المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا أيضا من أهداف التنمية المستدامة. يعني عندنا وزيرة امرأة وعندنا تعنى بملف التنمية المستدامة. فحكومة مملكة البحرين كقطاع تنفيذي لا أولت اهتمام كبير بهذه القضية من أول ما بدأ. يعني هي في عام 2018 وضعت ضمنت أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الذي قدم إلى مجلس النواب. هناك أيضا يعني جهد متواصل من حكومة مملكة البحرين. نعم. وتوج هذا في قضية وجود يعني وزيرة معنية بهذا القطاع. إلا أن التواصل بين القطاعات التنفيذية المختلفة وخلق ما يعني تناغم بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وايضا المجتمع، هذه مسؤوليه الجميع. يعني الاستدامه اليوم ليست هي مسؤوليه على عاتق شخص واحد، هي على عاتق الجميع، ولا بد نوجد خلينا نقول فورمولا ولا تناغم بين هذه الجهات لاجل الوصول الى الاهداف التنمويه التي يعني احنا بشكل مستمر على فكره في مملكه البحرين. يعني عندنا التغيير الطوعي الاول للتنميه المستدامه. احنا في مركز البحرين
للدراسات الاستراتيجية يعني بقيادة الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد الخليفة. قمنا بنشر تقرير التنمية المستدامة عام 2018 وتناول جهود مملكة البحرين في جميع القطاعات، ووضحنا توصيات مهمة في كل القطاعات كيف نستطيع أن نحقق التنمية البشرية التي يسعى إليها صناع القرار في مملكة البحرين. صحيح. نعم دكتور، يعني جهودكم مشكورة في هذا المجال ومجالات أخرى، ودائما مملكة البحرين يعني في الصدارة. شكرا لوجودك معنا دكتور عبد الله العباسي. شكرا جزيلا، وأكرر شكري يعني لكم للاستضافة، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات أخرى إن شاء الله. بإذن الله. تشرفنا فيك، يعطيك العافية. مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر، يعني قبل أن ننتقل حق الموضوع دلالة بسألك، يعني هل عندك طريقة خاصة في حفظ الورقيات والخضروات والأجبان، يعني خصوصا في الثلاجة حق تكون معك مدة طويلة؟ يعني احنا نشوف أن تعودنا عبد الله كنا مثلا نفرزن الأشياء أوكي، أو أن احنا نعلبها بطريقة عشوائية فعلا. بس أنا دائما أتفق أن في ضوابط، في تعليمات، وفي طرق صحية وصحيحة لازم نعتمدها. صح. وفي تكنيكات يمكن هي ما تخطر على بالنا، لكن لما نركز عليها أكيد راح تكون هي الحل في أن احنا نحفظ هذه الأشياء. هذه تكنيكات ذي عجبتني، بنشوفها في لقمة زايدة أكيد. مشاهدينا خلينا نتابع معاكم في فقرة لقمة زايدة، كل ثلاثاء معنا الشيف خولة السيب بفكرة جديدة لحفظ النعمة. خلنا نشوف تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع اللي أنا ودلال تطرقنا فيه في هذا التقرير، خلنا نتابع. كلنا عندنا في الثلاجة خضروات ورقيات وأجبان جريب راح تخترب أو تذبل. في حلقتنا لليوم خلوني أقول لكم شلون نحافظ عليهم مدة أطول في الثلاجة. أي خضروات عندكم في الثلاجة تحسونها راح تخترب أو تذبل، قطعوها بالطريقة اللي أنتوا تبونها وتقدرون تحتفظون فيها في أكياس وندخلها للفريزر. إذا عندكم خضروات في الثلاجة تحسون راح تذبل وتخترب جريب، قطعوهم بالشكل اللي أنتوا تحبونه وحطوهم في أكياس ودخلوهم في الفريزر، وتقدرون تستخدمونها أي وقت. أي ورقيات خضراء عندكم في الثلاجة جريب راح تذبل، عندكم طريقتين للمحافظة عليها. أول طريقة راح نحطها في كلينكس المطبخ بدون ما نغسلها علشان ما تذبل عندنا، ونحطها في أي بوكس عندكم بهالطريقة. والطريقة الثانية ناخذ النايلون ونقلب فيها الورقيات بهالطريقة، هم نحطه في البوكس، وبشذي راح تحافظون على الورقيات في الثلاجة لمدة أطول. الجبن من أكثر الأشياء اللي عندنا في الثلاجة تعفن بطريقة سريعة، دائما تشترونها بهالطريقة. خلوني أقول لكم شلون تحافظون عليها. عندكم هذه الجبن دايركت تقدرون تصكونه في البوكس وتحطونه في الفريزر، أو بطريقة أسهل ولازم نلبس القفاز علشان الجبن ما يعفن من اليد. ناخذ قطعة الجبنة ونبشرها، عندنا هذه الجبن. عقب ما بشرتوه راح نحطه في البوكس ونقطيه، وتقدرون تدخلونه للفريزر، واي وقت تبون تستخدمونه تقدرون تطلعونه من الفريزر. وبكذي راح تحافظون على جميع الاجبان، وبكذي نقدر نحافظ على الخضروات والورقيات والاجبان. واتمنى استفدتوا من الطريقه. شكرا الشيف خولة. يعني دلال مثل ما شفنا يعني في امور بسيطه كلش، يمكن في ناس ما تتوقع انه ممكن تحط كلينكس، وفي ناس اكيد تعرف هذا الشيء وعندها خطط ثانيه، يعني نتمنى انهم ينورونا ويفهموننا اكيد. وحتى يمكن في شيء بسيط، يمكن شفنا القفاز
في ناس يمكن تتكيسل او يعني ما تلبس القفاز خصوصا مع بعض الاشياء اللي ممكن تعفن، فحلو ان احنا نفهم هذه الاشياء ونعرف هذه الامور. طبعا يعني حتى الشيف خوله سي بنوجه لها تحيه، دائما عندها عبد الله ايش قلت قبل شوي؟ تكنيكات صح. عندها صح. تكنيكات حلوه ممكن الواحد يغفل عنها، لكن هي تسوي تذكير، وهاي بمثابه التذكير للمشاهدين. فعلا مشاهدينا، الحين بننتقل الى موضوع اخر. يمكن فهم الخصائص النمائيه للمراهقين عامل مهم في استيعابهم وتجاوز للمرحلة، خلينا نقول مرحلة المراهقة، بكل سلام ونجاح لليوم، لأن اليوم شيء مهم من الأهل أنهم يعرفون شلون المراهق يفكر وشلون يتعلم وشلون أصلاً قاعد يفهمنا ويمارس حياته معنا. نعم بكل تأكيد عبد الله، يجب على الوالدين أن يكون عندهم القدرة على فهم سلوكهم وأنماطهم في هذه المرحلة المهمة اللي تتطلب دعم ومتابعة مستمرة. خلونا نتعرف معكم على خصائص مرحلة المراهقة من خلال هذا الانفوغرافيكس. نتابع. خصائص مرحلة المراهقة: النمو البدني وتغيير الهرمونات. تبدأ مرحلة المراهقة في الأعمار بين 10 حتى 19 عاماً، وتمتاز هذه المرحلة بالنمو السريع خاصة النمو البدني مع تغيير الهرمونات، حيث تنمو العظام والعضلات والدماغ والقامة. النمو الاجتماعي: يزداد في هذه المرحلة الشعور والوعي بالآخرين والوعي الاجتماعي، كما يزداد لديه الشعور بالإنصاف والهوية الشخصية، وتصبح المشاعر لديه كثيرة ومفاجئة. كما يحاول المراهق تطوير مهاراته الشخصية والبحث عن أقران يشاركونه في ذلك وتجربة طرق مختلفة في الحديث. النمو العاطفي والنفسي: يحدث في مرحلة المراهقة تغييرات في الأمور العاطفية والنفسية، حيث يصبح المراهق متقلب المزاج وقد يمتلك الكثير من الطاقة التي يحتاج إلى إطلاقها، وقد يهتم بنضجه ونموه البدني، كما يعتقد بأن مشاكله الشخصية ومشاعره والخبرات التي يمر بها فريدة من نوعها. التعرض للمخاطر: استناداً إلى صور نمو دماغ المراهقين، فإنه في هذه المرحلة أكثر عرضة للمخاطر، حيث إن الدماغ في مرحلة المراهقة يعمل بشكل مختلف عن البالغين أثناء اتخاذ القرارات وحل المشاكل، لذا قد يكون المراهق أكثر اندفاعاً، مما يؤدي إلى تورطه في الكثير من الحوادث والمعارك. النمو الفكري: يعد النمو الفكري من أهم خصائص مرحلة المراهقة، حيث يتغير تفكير المراهق من التفكير المادي إلى التفكير المجرد، كما يمتلك المراهق سعيا فكريا وفضولا كبيرا. مشاهدينا، يعني شفنا معاكم هذا التقرير، وإحنا أكيد بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. معنا في الاستديو الأستاذة هاجر بوشيري مرشد أسرية. أهلا ويا مرحبا فيك، صباح الخير. مرحبا، صباح النور والسرور. صباح الورد. صباح النور، نورتنا اليوم أستاذة هاجر. نوركم أستاذة هاجر. يعني مثل ما سمعنا ومثل ما نعرف أن المراهق يمر بتدرج زمني، أو خلينا نقول في النضج، في يعني من ناحية عقلية وحتى من ناحية اجتماعية، وتصرفه أكيد مع الأهل والأقران وحتى في البيئة المدرسية. يعني نبي نتكلم عن هذه الأنماط، ونبي نتكلم عن هذه الأقسام، إلى كم قسم ينقسم، وشلون إحنا نفهم هذه الأقسام. أولا بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا قبل نتكلم عن أنماط أو أنواع المراهقة، نحب نعرف يعني تعريف بسيط ما هي المراهقة. المراهقة هي عبارة عن مرحلة في المنتصف ما بين مرحلة الطفولة والمرحلة اللي تهيئ إلى مرحلة الرشد. طبعا الأنواع كثيرة وما نقدر نحصرها، يعني ما نقدر نقول مثلا المراهقة نوع واحد نوعين أو 10، ولكن يعني ممكن نقول الأكثر شيوعا عندنا المراهقة المعتدلة المتزنة، وفي اللي هو المراهقة الانسحابية أو الانطوائية، أن يكون المراهق منطوي، وأيضا عندنا المراهقة أن المراهق يكون متمرد. نعم يعني خلينا نقول عندنا مراهقة متزنة وانعزالية وعدوانية. نعم نوعا ما. خلينا نتكلم عنهم شوي أكثر نفهم السادة المشاهدين. إذا ببتدي في البداية بقول المراهقة
المعتدلة أو المتزلة. طبعا يعني يمكن أنا أعزي الشيء إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية. أيضا عندنا اللي هو البيئة اللي يكون فيها المراهق. طبعا إذا كانت البيئة فيها هدوء استقرار، طبعا المشاكل لا يعني أي عيلة لا تخلو من المشاكل، ولكن يعني نكون المشاكل اللي هو من ضمن الطبيعة، يكون فيها تعاون محبة، يكون هني المراهق معتدل. نعم. تمر مرحلة المراهقة عليه بسلام وأمان. يمكن أكثر شيء يميز هذا المراهق المعتدل أنه هو تلاحظ عليه أن يتقبل النصح ويتقبل النقد. نعم. إذا بني حق المراهقة اللي هو الانسحابية أو الانعزالية، إحنا نشوف هذا المراهق يعني يكون منعزل منطوي، ما يحب القعدة يعني مثلا في محيط الأهل، ما يحب القعدة في محيط الأهل، ما يحب التجمعات. نلاحظ عليه بعد هالشيء في المدرسة، بعد ما تكون عنده صداقات، يكون نعم. يعني دائما لوحده، يعني حتى ممكن لو إن المعلم ولا المربي يقول له يعني مثلا ليش أنت ما تكون مع مجموعة من الأصدقاء، هو ما يفضل هذا الشيء. يكون أيضا يعني مثل ما نقول إحنا بالنسبة حق يعني المراهق المنعزل، قد يكون عنده رأي وعنده أفكار خاصة فيه، ولكن ما يفضل إنه هو يعني يتكلم عنها. عندنا المراهقة، وهذه يعني المراهق المتمرد عادة ما يكون عصبي عنيد، عنده الأنا، عنده إثبات الذات، يعني دائما تشوفها يقول لا لا لا، يعني هو يبي يثبت نفسه في هذه المرحلة. صحيح صحيح صحيح. يعني استاذ يعني خلينا نتكلم عن الامهات، يمكن في خلينا نقول اطفال او خلينا نقول مراهقين يكون خلينا نقول معتدل، الام تقول ان انا ربيتهم كلهم نفس الشيء، فولدي الاكبر يكون معتدل، الثاني او الثالث خلينا نقول يكون انطوائي، وفي بعض الامور اللي هي ممكن تكون عدوانيه، على الرغم ان هما اصلا تربوا بنفس التربيه في بيت واحد. في بيت واحد فعلا. شلون يصير هذا الشيء؟ يكون في تباين. هو احنا دائما احنا نرجع نقول في جانبين مهمين جدا. نعم. عندنا الجانب الوراثي يؤثر، وعندنا الجانب البيئي. وانا مثل ما قلت لكم انا وايد راح اركز على الاسره كجماعه اولى يكون فيها المراهق والجانب البيئي. يعني مثلا احنا نشوف احنا عيالنا مثلا البتشر دائما الكل يكون مهتم فيه، والاهتمام صحيح. والاهتمام منصب عليه هو اكثر شيء، فأي الثاني يقل الاهتمام نوعا ما، وإذا يا الثالث طبعا الثالث آخر العنقود يكون يعني مدلل. صح. فمسكين يعني حتى اللي في الوسط يكون يعني مسكين شوية ضايع ما بين العود وما بين الصغير. بس بعد احنا ما يعني مثل ما قلنا الوراثة لها دور اللي هو يكون في الجينات، يعني ممكن الأبو عصبي الأم عصبية فالولد يكون عصبي. عندنا يعني بس ان احنا البيئة تحفز صح ان تظهر يعني يبين، فنقدر صح. نقول اصلا حتى العامل الوراثي ممكن يكون له دور في انه هو الطفل خلينا نقول او المراهق عفوا انه هو يكون يحمل بعض هذه الصفات. صح اكيد اكيد. نعم. يعني احنا في ديننا الاسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وجه الى ان الرجل يعني ينتقي المرأة، يعني تنكح المرأة مثلا ما نقول لجمالها وحسبها ولمالها، فاضفض بذات الدين. نعم. وحتى المرأة بعد لنتي تختار الشخص اللي على خلق، هذا يبين انه في جانب وراثي يؤثر على هذه على 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 الأبناء يعني. نعم. في المستقبل. نعم صحيح. أستاذة هاجر، يعني اذا نبي نتطرق الى شوي يعني اعمق، هل الذكور والإناث في هذه المرحلة الخصائص تأثر عليهم بشكل مختلف أو نفس الشيء؟ يعني تقصدين إذا في اختلافات أو فروقات ما بين الذكر والأنثى في مرحلة المراهقة؟ هناك أشياء تشابهون فيها وهناك أيضا فروقات. يعني إحنا مثلا لما بنقول الخصائص إحنا نتكلم عن الجسم، نتكلم عن العقل، نتكلم عن الناحية النفسية. دائما إحنا عندنا الذكور لما يعني إني على مرحلة المراهقة الذكر تبتدي عنده هرمون الذكورة، فيبدأ يعني حتى يبين عليه شوية يبتدي يكون عنيف أكثر.
البنت لا، البنت تنضج أسرع يعني قبل الذكر. عندنا مثلا لو بنتكلم شوية عن الخصائص الجسمانية، طبعا بيبين الفرق يعني الولد عضلاته صوته، البنت بعد لها يعني يبتدي جسمها يتغير يكون واضح عليها هذه التغييرات يعني بالنسبة للبنات. عندنا مثلا الجانب اللي هو العقلي، الجانب النفسي، وهذا جدا مهم. الجانب النفسي يتشابهون في مثلا تشوفين المراهق مندفع، تشوفين يعني سواء بنت ولا ولد، التغييرات المزاجية عندهم، نشوف الجدال، نشوف التمرد، نشوف مثلا حب تقليد المشاهير، مثلا الاهتمام بالشكل. صحيح صح. صح. يعني نبي نتكلم يمكن عن الأمور الانفعالية، يمكن وايد أهالي يقولون إن هذه الموضوع وايد صعب، ويمكن ساعات الموضوع يعني ما نقدر نسيطر عليه. إحنا شلون ممكن إحنا نعطي بعض التبس، بعض المواضيع، أو خلينا نقول بعض المفاتيح، بعض المفاتيح اللي تخلينا إن إحنا نسيطر على بعض السلوكيات؟ الجانب الانفعالي، هو مشكلة الجانب الانفعالي أو العاطفي إنه ما يبين. يعني الجانب الجسدي يبين، يعني احنا نشوف ذا بنتنا ولا ولدنا يعني وصلوا لمرحله المراهقه واضح عليهم. صح. الجانب الانفعالي يكون يعني مخفي ومتزامن مع الجانب الاجتماعي. شلون يعني نقدر اذا صح التعبير ان احنا نتحكم في هذا الجانب؟ يجب ان يكون هناك ود، محبه، احترام، اعطاء المسؤوليه للمراهق. يعني هذه الأشياء اللي تجعلنا إحنا يعني في حوار، الحوار جدا مهم مع المراهق، يخلينا يعني نقدر نوعا ما إن إحنا نتحكم بهذا الجانب. نعم. يمكن أمور بسيطة بس يبيلنا إن إحنا نفكر فيها وفعلا نطبقها. هو الكلام يعني أنا يعني هو من منطلق إنه أنا أيضا أم، الكلام بيكون يعني سهل، التطبيق شوية يحتاج. نعم. هي بالبداية والنهاية مسألة تربية، والتربية تحتاج إلى صبر. نعم. أستاذة هاجر، يعني في نقطة مهمة بس نبي شوية يعني نسلط الضوء عليها. المراهق دائما في ذي الفترة يكون صاحب مواهب، فليش ما إحنا مثلا نركز على الموهبة اللي عنده عشان أنه ممكن من خلالها يفرغ سلوكياته وتكون بشكل صحيح. نعم. فش رايك في هذا الموضوع؟ هو هذه أكيد هذا الشيء يعني هذا الشيء مطلوب. احنا نقول يا ليت يعني هو من احد الاشياء المهمه للوالدين يقدرون ان هم يكسبون فيه ثقه المراهق ان هو يعتنون بهذه الاشياء، يعني مثل المواهب اللي عنده، يبرزون المواهب اللي عنده. فهذا الامر مطلوب وبشده بعد. نعم نعم اكيد. استاذ احنا اكيد بنواصل معك حديثنا. احنا سالنا الجمهور عبر منصة انستغرام في السوشيال ميديا شنو الخصائص النمائية للمراهقة اللي واجهها ابنك. كانت الإجابات 36% مراهقة متزنة، و 38% مراهقة انعزالية، و 25% مراهقة عدوانية. نعم. شو رايك في هذه النسبة أستاذة؟ الصراحة يعني نسبة الانعزالية ملفتة للنظر جدا. صح. وأنا علشان كذي قلت إن هي أحد أبرز الخصائص، يعني أحد أبرز الأشياء اللي ممكن إحنا نلاحظها على شريحة أو مرحلة المراهقة. صح. يعني إذا مثلا بنتكلم إحنا شوية عن الانعزالية، إذا يعني في مجال نحن نتكلم شوية عن الانعزالية، يعني يمكن أنا أرجع الشيء إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية. إذا كان في قسوة زائدة وإذا كان في دلال زائد، يبتدي المراهق تضعف ثقته بنفسه جدا. يبتدي ما تكون عنده ثقة إنه هو ممكن يواجه الآخرين، فيبتدي ينسحب شوية من 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 المجتمع، سواء كان أسرة ولا كان مدرسة ولا المجتمع الخارجي. نعم. شو رأيك الحين نشوف الناس؟ إحنا طرحنا عليهم بعد سؤال شنو الأمور أو شنو هي السلوكيات اللي يعانون منها مع أبنائهم المراهقين، وكانت المشاركات مثل ما قاعدين نشوف عناد وكلامهم هو الصح، وأحد المتابعين قال قلة الثقة بالنفس والانعزال، والبعض يقول عدم فهمهم والإصرار على أقوالهم والكذب. يعني هاي أتوقع بعد موضوع الثاني إن إحنا ممكن نعالجه أو ممكن نتطرق له. صحيح.
يمكن الكذب، يمكن في امور وايد في خلينا نقول في المراهقين، احنا شلون اليوم نخليهم يسمعون الكلام؟ نعم. ان احنا ممكن اصلا ننتقدهم، ننتقد سلوكياتهم بالضبط، خلينا ويسمعون هذا الكلام، انه يكونون متفهمين. نعم صحيح عبد الله، انا اضيف نقطه على كلامك ان المراهقين اوقات من كثر ما هم ساعات يعني يلجون الى الكذب، خلينا نقول عندهم خيال واسع في اختلاق القصص. صح. يعني هذا هو الموضوع، شلون ممكن يتم السيطرة عليه؟ زين، في البداية أنا أحب أوجه إلى نقطة معينة. أنا عندي من بعد مرحلة الطفولة خلاص نوقف انتقاد. يعني من بعد مرحلة الطفولة ما يكون في نقد. هو مشكلة المراهق مع الوالدين إن أهما حتى لو بينتقدون السلوك هو يحس بأنه لذاته، لنفسه، ما يحس انه للسلوك. فمثل ما تفضلتي استاذ دلال الكذب، الكذب صح. لا يعني احنا شويه نبي ناخذ شويه نفصل الكذب، مو لاجل الكذب. يعني ساعات المراهق هذا يعتمد على رده فعل الام والاب. صح. ساعات مثلا بعض المراهقين يقولون الحقيقه كامله، فشنو رده الام والاب؟ اذا ردتهم كانت عكسيه، رده الفعل كانت عكسيه، انه وبخوه ولا عاقبوه ولا ذي، بيضطر انه هو بعدين يخش عنهم. نعم صحيح. ما يقول لهم ذي. والمراهق لا يعني لا يكذب لاجل الكذب، لازم يكون في دوافع، في اسباب خلته انه هو يتصرف بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. صح. صحيح. استاذ هاجر، يعني قبل شوي واحنا طالعين تقرير قلتي لنا عن المدح ايش كثر هو مهم للمراهق، يا ريت يعني لو نتكلم اكثر عن هذا الجانب. المدح هذا المفتاح الذهبي ان انت تكسب المراهق، خلاص انت تحط له بصمه مثل ما نقول احنا ضمان انه خلاص يعني بيتقبل منك كلامك. طبعا المراهق ما يحب النصيحه ولا يحب الأوامر، فمن خلال عملية المدح يعني راح تشوفون أنه هو يستقبل الكلام، يعني وبالعكس يعني أنت مدحتي أنت عززت الذات عنده. صحيح صحيح، يعني يكون بناء للشخصية والثقة بالنفس. بس بعد نقول أن لكل شيء حد معين، كثرة المدح ممكن تضر. أي أكيد. إحنا يعني طبعا إحنا ما نمدح إنه يعني لازم يكون في توازن، لازم يكون في اعتدال. يعني أنا ما أقدر أقول فيه شيء هو مو موجود فيه. نعم. بيحس إنه هو هذا استخفاف فيه. صح. يعني من بدال ما يشوف إنه هو مدح بيقول لا يعني هما يعني مستخفين. نعم. فيني، فبيصير له يعني بيصير شيء عكسي. صحيح. صح. أستاذة هاجر، قبل ما نختم معك هذا اللقاء بس نبي يعني بعض أولياء الأمور عندهم موضوع المقارنة في فترة المراهقة، فنبي نصيحة ذهبية منك. والله نصيحة ذهبية الصراحة، يعني اللي يحطم شخصية المراهق تماما المقارنة. ساعات احنا يمرون علينا أولياء أمور يقولون حق أبنائهم أنا يوم كنت كبرك كنت كذا وكذا وكذا. أنت ما يصير تقارن جيلك بالجيل الحالي، لأن يعني أولادنا خلقوا لزمان غير زماننا. صح. فيعني ما نقدر، أنت ما يعني ما يصير مثل ما أنت تربيت الحين تربي ولدك مع هذا الانفتاح. يعني النقد ممنوع، السخرية ممنوعة. نعم صح. مثل ما صح. تفضلتي أستاذة هاجر، يعني احنا وايد سعيدين وياك، وشكرا على كل هذه المعلومات اللي قلتيها لنا، واكيد المشاهدين يعني استفادوا وبياخذون خلينا نقول بالحسبان بكل هذه المعلومات. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا، في كل أسبوع نقدم لكم أسرار عميقة عن الطبيعة أو الزراعة بشكل عام، واليوم راح نتعرف معاكم عن أهم الاحتياجات اللي نحتاجها للنباتات. نعم عبد الله، هاي فقرتك المفضلة دائماً. ودائما نعتقد أن النباتات تحتاج فقط ضوء وماء، وبعض الأحيان ما نعرف أن كمية الماء أو الضوء والاحتياجات الأخرى قد تكون ضارة لها إذا كانت بشكل كبير. خلونا نتابع هذا التقرير مع زميلتنا سبيكة الدوسري. صباح الخير مشاهدي برنامج شمس البحرين.
بعض من الناس أو عامة الناس يعتقد فقط أن الزراعة تعتمد على الماء والتربة، بينما الزراعة أبعد من ذلك، لها متطلبات ولها احتياجات. خلونا نتعرف اليوم على احتياجات الزراعة مع أخصائية الزراعة منال بوشيري. صباح الخير أستاذة منال، حياك الله. صباح النور، هلا فيك أختي. اليوم حابين نتعرف أكثر عن النبتة أو الزرعة، احتياجات أخرى غير الماء والتربة، أكيد لها احتياجات أكبر وأوسع يمكن البعض منا يجهلها، إذا ممكن تعرفينا فيها. طبعاً معروف احتياجات النبات اللي هو الضوء والماء والهواء. يختلف الضوء من نبتة إلى نبتة، وأيضاً نوعية النبتات، في نبتات خارجية وداخلية. طبعاً الداخلية الإضاءة مالها بتكون أقل، يعني ما تحتاج إلى مثلاً أشعة شمس عالية، بطبيعتها إن هي داخلية. شلون نعرف ان هي النبته هذه محتاجه انها تكون متعرضه للضوء او لا؟ هل في شكلها الخارجي دلالات، او لازم البائع يخبرنا ان هي نبته داخليه او خارجيه؟ طبعا نصيحه حق اي شخص يعني يبي يقتني نبته، لازم يعرف اسمها من المشتل عشان يبحث عنها ما هو الضوء المناسب لها. يعني في بعضهم اضاءه شديده تحتاج، في بعضها نص اضاءه، في نباتات تسمى نباتات الظل، فتختلف النباتات. فبالشكل ما بنعرف الا اذا عرفنا الاسم مالها، نبحث عن اسمها ونعرف هي من اي فصيله تتناسب مع لها الضوء المناسب. يعني يعتمد على البائع انه يقول لنا شنو متطلباتها والبحث احنا حقنا اللي احنا نسويه. طيب احنا شنو ممكن نوفر لها؟ يعني هل في غذاء معين غير الماء، فيتامينات معينه، اشياء معينه نوفرها حق النبته؟ اكيد ان النبات يحتاج لعناصر اساسيه، منها النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، فهذه تسمى عناصر كبرى لها احتياجات رئيسيه لازم حق النبته. فوين نحصلها؟ طبعا نحصلها على حسب النبات. طبعا الناس الحين اتجهت الى الزراعه العضويه، تفضل الزراعة العضوية اللي هي نستخدم فيها أسمدة عضوية وطبيعية، اللي هي حق الأشياء المأكولات مثل الخضروات والفواكه، أي شيء ناكله يفضل أن يكون أسمدة عضوية. أما الأشياء الثانية مثل الزينة أسمدة كيميائية، وطبعا مثل ما نشوف الأسمدة الكيميائية عديدة، منها حبيبات مثل ما ذكرنا اللي هي الـ NPK اللي هي فيها العناصر الكبرى، تأتي على شكل حبيبات، ممكن تأتي على شكل بودر أيضا يذوب في الماء، تأتي على شكل أيضا سوائل على حسب المنتج نكتب فيه في كل لتر كم نقطة ماء أو كم مكيال من الماء نسقي فيه النبات. أشوف قدامي هذا الأوساط، أو هذه أوساط زراعية، أوساط زراعية بنعرفكم عليها. هني طبعا مثل ما نشوف اللون الغامج هذه اللي هو الكومبوست اللي شرحنا عنه، اللي عبارة عن تحلل المواد طبعا من المنزل مثل الخضروات السلطة، فنصنع فيه سماد نباتي. هذه بعد ما تحللها تصير بهالطريقة؟ طب التحلل والتقليب والمعالجة طبعا بعد شهر بنحصل على هذه الوصفة. والباقي؟ الباقي عندنا البيت موست، احدى الاوساط الزراعية اللي احنا تساعدنا ان احنا نسوي فيها خلطة زراعية، وسط يعني عالي المسامية يمتص الماي من محسنات التربة. طبعا الأجانب الدول الأوروبية ما عندهم الرمل العادي اللي عندنا، الرمل البحريني أو الخليجي، عندهم هذا الوسط يزرعون فيه هذا الوسط. احنا نحتاجه ان نزرع فيه حق النباتات الداخلية، ما يصير نحط التربة البحرينية حق داخل المنزل. وهاي الأشياء بعد، هذه أيضا عندنا البرالايت، هو عبارة عن وسط معالج من مخلفات البراكين، يساعد النبتة على تهوية التربة، عدم تلاصق التربة بين بعضها البعض، يخزن ماء، يعني وسط مناسب حق جذور النبتة. عندنا هني الكور هذه أو الحصى الطيني، نوع من أنواع الطيني أيضا مستخلص من البراكين، ممكن نحطه في قاع عندنا الأصص أو نسوي كتجميلي. ما شاء الله متطلبات الزراعة والنباتات كبيرة وواسعة. يعطيك العافية أستاذة منال على هالكم الجميل من المعلومات، ما قصرتي، شكرا لك. ونشوفك إن شاء الله في فقرتنا القادمة الأسبوع القادم بإذن الله. حياكم. هذه كانت فقرتنا اليوم، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم على خير. Yeah.
انت تعرفيني اذا زراعه مستحيل عبد الله ما يعلق. صح ولا شلون؟ تخصص انت. تخصص اكيد. يعني انا وايد حبيت هذه الفقره خصوصا هذا الاسبوع لانه تكلمنا عن بعض الاحتياجات اللي المفروض ان الاشخاص تعرفها خصوصا اذا شخص بيربي له نبته حتى لو في المكتب بيقول انها ما تحتاج بعض هذه الامور. اتوقع لا بالعكس شيء حلو ان احنا نفهم ونكون على علم وعلى درايه بهذه المعلومات اللي يمكن تكون بسيطه لكن اثرها بيكون وايد حلو في النبته. صحيح عبد الله اتفق وياك 100%. ويعني مشاهدينا نوجه تحيه حق زميلتنا سبيكة الدوسري على هذه الفقره الاسبوعيه وننتقل الى موضوع اكيد اخر. انتشر الشراء عبر الاونلاين بشكل كبير في الفتره الاخيره وبدا اغلب الناس تطلب كل منتجاتها من مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصه للتسويق. فعلا لا اكيد وانا واحد من هذه الاشخاص يمكن وايد احب ان اخذ طلباتي من مواقع الكترونيه واكيد هي تكون موثوقه. يمكن الكثير من الاشخاص بداوا يتعاملون اصلا مع هذا الشيء كل شخص وعلى حسب احتياجاته اكيد. نعم بالفعل عبد الله. بس يعني الغريب عبد الله ان في بعض المواقع لما تطلب منها مثلا تشوف الصوره ايش حلوه هالبدله اللي بتاخذها وتوصل لك بشكل مواصفاتها كلش تكون مختلفه تماما يعني. صح ويمكن تكون القطعه اللي قاعدين يشوفونها الناس وايد مختلفه من حيث الالوان والحجم وحتى الكواليتي يعني. يمكن انا اعرفها وخصوصا البنات يعني وايد تواجهكم هذه المشكله. بس اتوقع لازم نحن نضطر ان احنا نختار المواقع الصح. وانا بصراحه ضد اني انا اطلب ملابس في مواقع الكترونيه. نعم يعني عبد الله احنا نشوف الناس ساعات تصير عندها لبس في الافكار او يمكن حتى طريقه التسوق. صح. لكن يعني مشاهدينا خلونا نتابع مع زميلنا على الحداد شنو محضر لنا في نبض الشارع. نتابع. صباح الخير. الشراء عبر الاونلاين منتشر بشكل كبير خلال هذه السنوات، ولكن شنو اكثر طلباتك في الاونلاين؟ شنو الشيء اللي انصدمت فيه بعد ما وصل لك البيت؟ خلينا نشوف نبض الشارع وراي الناس في هاي الموضوع. في حاجات اللي هي الانترناشونال اونلاين مرشندايزنج دي ساعات بتطلع مش زي المطلوب، لكن اللوكال هنا بصراحه الحاجات اللي بتطلب تبقى لما بجيب غالبا من الـ من الـ من الاوريجينال يعني. اه بالظبط من الـ من المحلات او من البراندات اللي هي اللي الاونر بتاع البراند دي بتطلع كويسه. مفيش ما بيقابلنيش بصراحه مشكله في حاجه زي كده يعني. في ولكن مش بنسبه كبيره. فور اكزامبل البرفيومز ساعات بتكون هاي كوبي ما بتكونش اوريجينال، ودي بنعرفها اول ما بنستلم المنتج او البرودكت. لكن في شركات محترمه بتقدر تعمل ريفاند وبترجعها. الملابس اكثر شيء يعني تكون ملابس شوي الكترونيات. هل واجهت صعوبه وانت تطلب اونلاين؟ لا عندي خبره شوي فيهم. ما انصدمت ولا مره باي منتج؟ لا اطلب ملابس الاطفال يعني هذا الاقرب. والاكل؟ لا لا مالي في الاكل شغل بيت. شنو اكثر شيء انت انخدعت فيه؟ شنو اكل اونلاين؟ المقاسات في كثير من الاحيان. ايوه. شنو اكثر شيء تشتري؟ الملابس تكون تيشرتات اغلبها قبل المواسم يعني قبل الشتاء اسبق واخذ عشان الاسعار وكذا. جميل جدا. شنو اكثر شيء انخدعت فيه؟ كبدايه اول شيء الماتيريال القماش، بعدها يكون الشكل القطعه لانه يكون على المواد شيء، بعدين اوصل اكتشف انه شيء ثاني ما ادري مشكله فيني ولا في المواد ولا ملابس واكسسوارات. جميل جدا. شنو اكثر شيء انخدعت فيه؟ الصراحة جودة الملابس يعني قالوا لي انه قطن وكذي لكن طلعت الجودة سيئة. لا 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 ما اظن. ليش؟ عاد بحب اشوف الحاجة على الطبيعة احسن. ان الكواليتي يعني الحاجة اللي طلبتوها مش هي اللي جت خالص يعني. والحل؟ الحل الواحد بحاول دلوقتي ببص على ريفيوز على كل منتج. وفي الحل هي اونلاين فانت بتشتري حاجة وانت انت وحظك يعني من الاخر. كلامك في البحر. بالظبط كده. اكل. سويت تجي الطلبات غلط. ايش سويت في الاكل؟ خلاص بعد اكله. الصراحه طلبنا احنا مره مكنسه كهربائيه كانت جدا سيئه للاسف يعني. اعلانها كان ممتاز جدا لكن طلعت لنا جدا جدا سيئه. كل حاجه بشتريها اونلاين وعندي القدره على ان ناخذ الريسك ده يعني. اه والله خدعت. بس هي الخدعه بتبقى ان البضاعه مثلا لو ما جاتش مقاسي او كده ما بعرفش ارجعها مره ثانيه، فلازم تشتري من مكان موثوق فيه يعني. شنو اكثر شيء انخدعت فيه يوم طلبته؟ جوكيت.
طلع فيه؟ مكتوب هناك طلع شيء ثاني. والحل؟ ما في حل، قطيته. مشاهدينا بكذي نكون وصلنا معاكم لختام ساعتنا، نتمنى ان انتم قضيتوا وقت ممتع وجميل في هذه الفقرات وفي هذه الحلقه. اكيد انتظرونا بكره في نفس الموعد. مع السلامه، في حفظ الله ورعايته.